خبرنا الثاني اليوم. ويمكن احنا في الآونة الأخيرة أو دائما قاعدين نشوف المرأة السعودية بشكل عام في عدة مناصب، لكن اليوم تم تعيينها ولأول مرة في الهيئة العامة للولاية، حيث أصدر رئيسها قرار بتكليف ربا الجلال مديرا لمركز الوثائق والمحفوظات، وتكليف عائشة العرفاج مديرا لفرع الهيئة بمنطقة الرياض. وأكيد نقول لهم ألف مبروك وتستحقون الثقة. حلو، يعني ما شاء الله البنات زي ما كنت أقول قبل الخبر قاعدين يثبتون نفسهم في كل المجالات. أكيد أنهم راح يكونون قد الثقة وقد هذا المنصب، وهذه مناصب قيادية في الأول والأخير، وصراحة بالعكس خبر جدا مفرح. ألف مبروك، يعني جدا جميلة. أنا قاعدة بس خليت بالي من اللي هو الولاية على القاصرين، على أموال القاصرين، وهذا منصب جدا كبير وجدا مهم، وبنشوف المرأة في كل المجالات متمكنة وقادرة وبتثبت نفسها كل يوم. وأحس هذا المنصب بالذات يحتاج امرأة، القاصرين والقاصرات وهذه الأمور كلها، أحس هي موضوع حساس يعني.